اعزي حضرتك واقول لك البقاء لله في وفاه والدتك، تعازينا طبعا للاسره وتعازينا كمان للشيخ موسى الفواخري، وان شاء الله اخر الاحزان وفي الجنه ان شاء الله. شكرا يا فندم، واسمحي لي يا استاذه ايمان اتفضل ونحن على الهواء مباشره ان انقل الشكر وتقدير شعب مصر وخاصة محافظة الشرقية إلى والدي وأستاذي الروحي معالي الدكتور حسن راتب، فهو أستاذي ووالدي الروحي أنا وأخي، كما أنقل له على الهواء مباشرة شكر محافظ الشرقية الأسبق الدكتور سيد عبد العزيز واللواء خالد زردق، هم يبلغون الدكتور حسن راتب شكرهم وكامل اهتمامهم بخطاويه. شكر الله سعيك يا دكتور حسن وجزاك عنا وعن كل الناس الذين ترعاهم خير الجزاء، كما أسأل الله العلي العظيم أن يرحم أمي وأن يلهمنا الصبر والسلوان. وشكرا لكم جميعا زملائي الأعزاء في قناة المحور. أنا لن نشكر حضرتك وإن شاء الله تكون آخر الأحزان.